السلام عليكم. السلام. هنبدأ اليوم إن شاء الله في التنظيمات الحديثة للمناهج، وهذه التنظيمات أخذت في اتجاه جديد بحيث إنها بدأت ترفض مبادئ التقليدية وعملية التركيز على المادة الدراسية، وانتقلت إلى التركيز على المتعلم. طبعا إحنا لو شفنا اللي هي تنظيمات المناهج، بنلاحظ أن أول تنظيمات كانت بتركز على المادة الدراسية، ثم تنظيمات بتركز على المتعلم، ثم على المجتمع، بعد ذلك على التكنولوجيا. طبعا التنظيمات اللي ركزت على المادة الدراسية اللي هي منها المنهج المنفصل والمنهج المترابط والمنهج المندمج والمجالات الواسعة والمنهج الحلزوني، هذول كلهم ركزوا على المادة الدراسية. التنظيمات اللي ركزت على طبيعة المتعلم، عندنا منهج الخبرة اللي هو منهج النشاط، والمنهج الخفي، والمنهج التكنولوجي. التنظيمات اللي ركزت على طبيعة المجتمع، عندنا المنهج المحوري والوحدات الدراسية. طبعا حاليا في اتجاه حديث اللي هو المنهج الالكتروني، اللي هو بياخذ بالصوره الالكترونيه الكامله. الان هذه اربع اتجاهات في تنظيم المناهج. احنا تعرفنا على التنظيم الاول اللي هو بيعتمد على طبيعه الماده الدراسيه، وقلنا هذا تنظيم تقليدي بيركز على سلبيه المتعلم وايجابيه المعلم، بيركز على الحفظ والاستذكار. طبعا تم رفض هذه الصوره مع عملية التغيير العالمي اللي أصبحت موجودة، وكيف تطورنا إلى المنهج الحديث، وهذا ناقشناه في بداية الفصل، وكيف في أصبح مفهوم جديد للمنهج بيتضمن الأنشطة وبيتضمن أشياء كثيرة. فكان في عندنا هذه التنظيمات الخبرة والخفي والتكنولوجيا. بعد ذلك أصبح في هناك اهتمام بالمجتمع. في كل مرة كان بيكون في هناك محور كانوا بيهملوا الأشياء الأخرى. يعني عندما ركزوا على طبيعة المتعلم أهملوا المادة الدراسية وأهمل المجتمع. لما ركزوا المجتمع ما ركزوش كتير على المتعلم، ما ركزوش على المادة الدراسية. بعد ذلك ظهرت التكنولوجيا فصار في عنا مناهج إلكترونية. الآن الاتجاه اللي موجود في العالم بأخذ الأربع محاور. يعني الآن أي منهج موجود حاليا لابد أنه يركز على المادة، يركز على المتعلم، يركز على المجتمع، ويركز على التكنولوجيا، لأنه ما بنقدرش نستثني أي عامل من هذه العوامل. عشان يكون في عنا منهج حديث متكامل لازم يكون في عندي مادة دراسية، لازم أركز على طبيعة المتعلم، يكون هذا المنهج في مستوى تفكيره، في مستوى نضجه، براعي خبراته السابقة، لازم يرتبط باحتياجات المجتمع، ولابد أن يكون مفعل تكنولوجيا، وإلا هنا هيكون بعيد عن كافة المتغيرات. يبقى الآن الاتجاه العالمي الجديد بيأخذ في هذه المحاور الأربعة معا. لكن إحنا نشوف عملية التطور، والآن إحنا هنبدأ في اللي هي التنظيمات اللي تعتمد على طبيعة المتعلم ومنهج الخبرة. من اتكلمنا ما هي أهم أفكار هذا المنهج؟ أيوة، أنتم مش عملتوا عليه تقرير؟ طيب. طيب أنا بدي أحكي لك إياه بصورة مبسطة شوية، يمكن هو شوية غريب عن تفكيركم لأنه لم يطبق عندنا في الدول العربية. هذا المنهج، يعني لو كنتوا بتتفرجوا على برنامج الشقيري كان يجيب مرات مدارس مختلفة. فهنا مثلا يجيب الطلاب في اليابان إنهم بيجوا بتقابلوا مع المدرس، ففيش فصول دراسية، بقعدوا بأي مكان في المدرسة، وبقعد المدرس بعطيهم مهمات، الطلاب بيروحوا بيبحثوا وبيدونوا هذه المهمات، وبعدين بيسلموها للمدرس، بيناقشهم معها وبعطيهم مهمات جديدة. يعني منهج النشاط صورة قريبة من هذا المنهج. طبعا هنا بيقول انه منهج النشاط لا يبنى مسبقا، يعني بحيث انه بيأتي المدرس في بداية العام الدراسي ما فيش عنده منهج، مش عارف ايش بده يدرس الطلاب، لانه هذا المنهج بيعتمد على شيء اساسي اللي هو ميول وحاجات المتعلمين. انه لابد انه يكون في هناك ميول للمتعلم، وان احنا كل طالب يختار على حسب ميول. طبعا بيقوم المنهج على اسلوب حل المشكلات وعلى القيام بمشروعات. يعني في هناك مشكله، وعشان نحل هذه المشكله بنعمل مشروع دراسي.
فالآن المدرس بيأتي في بداية العام الدراسي بيعمل اختبارات للطلاب حتى يعرف ميول هذه الطلاب، هؤلاء الطلاب. في هناك شروط للميول، إنها لازم تكون هذه الميول مفيدة تربويا، إنها ما تكونش خيالية أو كما يتصورها الكبار. يعني إحنا ممكن نقول مثلا لطالب أنت إيش بتحب، فيقول أنا بحب الموسيقى، فبقول له إيش هي حروف الموسيقى، كيف ممكن تعمل لي جملة موسيقية، كيف ممكن تمشي في سلم موسيقي معين. بقول لك أنا ما بعرفش هذه المعلومات، يبقى أنت ميولك غير حقيقية، لأنك أنت بتحب شيء أنت بتعرفش ماهيته، وبالتالي هنا لابد أنها تكون الميول حقيقية ليست خيالية، ولابد أنه يستفيد منها تربويا، أنها تكسبه خبرات تربوية، تكسبه معارف، تكسبه قيم، تكسبه اتجاهات، وبالتالي لابد أنها تكون مفيدة تربويا. بجيش أنا أقول أنه كما يتخيلها الكبار أنه الطالب في هذه المرحلة محتاج كذا، لا، الطالب نفسه هو اللي لازم يحدد هذه الأشياء. طبعا هذا كان شيء متعب للمدرسين في البداية، أنه لابد أنه يكون في عنده أدوات لتحديد الميول وأهمية هذه الميول وكيف ممكن أنها تكون حقيقية لدى الطالب. بعد ذلك المدرس بيجلس مع الطلاب وبيقسمهم إلى مجموعات، وبتختار كل مجموعة المهمات المطلوبة، المشكلة المطلوبة. مثلا لو فرضنا أنه في عندنا طلاب مثلا في شمال قطاع غزة، والآن في عندنا موسم البرتقال اللي هي الآن بنلاقي كم كبير من اللي هو منتوج البرتقال موجود وبينباع، فهو بقول لك احنا في عندنا كم كبير من منتوج البرتقال، كيف ممكن ان احنا نستغله، كيف ممكن احنا نحل هذه المشكله بحيث ان احنا نستفيد منه. احنا ممكن مثلا نعمل مربى برتقال عشان احنا نحل هذه الاشكاليه. فبنقول الطلبه هذول ممتاز جدا، طالما انه انتم هذا مشروعكم فهذا الشيء ممتاز جدا. ممكن طلبه اخرين بقول لك لا، احنا في عندنا مثلا المسجد العمري وفي عندنا بعض الاماكن الاثريه وكذا، وهذه فيها مشكله، فإحنا بدنا نعمل على ترميم اللي هي المناطق الأثرية، وبدنا نعمل وعي، وبدنا نعمل توعية سياحية، وبدنا نعمل كذا. كل طلبة هيختاروا على حسب ميولهم واهتماماتهم. هلقيت الطالبة اللي بدهم يشتغلوا لي عن البرتقال، مطلوب منهم يعملوا لي إطار نظري كامل، يجمعوا معلومات كاملة عن البرتقال اللي هي كيف مصادره وكيف زراعته وكيف عملية تصنيعه وكيف عملية تسويقه وكيف انعكاساته على جسم الإنسان وتأثير فيتامين سي على الجسم، وكيف ممكن اللي هي عمليات اللي هي التخزين الناجحة، وكيف اللي هي تأثيراته الطبية وتأثيراته العلاجية. فهو بده تجمع لي الطلبة هذول بيجمعوا لي معلومات كاملة عن البرتقال، تاريخيا، جغرافيا، طبيا، صحيا، ثقافيا، اقتصاديا، في كل المعلومات حيجمعوا كافة المعلومات عن اللي هو نبات البرتقال، حيقدموا إطار نظري كامل. بعد ذلك حيقوموا بعملية التصنيع فعليا، حيجيبوا ويشتروا كمية كبيرة من البرتقال ويقوموا بعملية تصنيعها ويعملوها مربى، وكمان يعملوا خطة لتسويقها، وكمان المدرسة حتساعدهم في تسويقها. نفس الشيء بالنسبة للمجموعة اللي قالت احنا بدنا نشتغل في الآثار، مجموعة أخرى قالت احنا بدنا نشتغل مثلا في علم الرياضيات، بدنا نشتغل في علم كذا. كل مجموعة حتاخذ مشروع مختلف عن الآخر. الآن عملية التقويم عملية مستمرة، يعني الطلبة بيضلوش يعني إنه هو بأخذ المشروع وبروح ما برجعش لغير بخلصه، لأنه ممكن يكون في عنده أخطاء، فهو كل ما بيعمل مرحلة بيجي بيعرضها على المدرس، بيناقش المدرس، المدرس بيصحح مساره، إذا في عنده أخطاء أو أي شيء بعطيه تغذية راجعة في هذا الإطار حتى تكتمل العملية. الآن ما فيش شيء اللي هو الطالب إنه هذا بده يأخذ ممتاز وهذا جيد جدا هذا كذا، لا، هي أهداف ومدى تحقق هذه الأهداف. كان لازم يعمل إطار نظري كامل، كان لازم يعمل عملية تصنيع، كان لازم يعمل خطة تسويق، كان لازم يسوق هذا المشروع، هذه كانت اللي هي أهدافه. هل تحققت هذه الأهداف أو ما تحققتش؟ فإذا تحققت الأهداف هو بيجتاز المشروع وهو أنهى المهمة الأولى في المساق. الآن المساق مثلا ممكن يكون فيه 3 مهمات أو 4 مهمات، الآن بنتقل للمهمة الثانية، وحتى ينجزها بعد ذلك بنتقلوا للمهمة الثالثة. والشرط إنه ما تكونش هذه المهمات، يعني لازم يكون كل مهمة بتختلف عن المهمة اللي سبقتها. يعني هم عملوا المهمة الأولى مثلا في مجال اللي هو البرتقال والتصنيع الغذائي وكذا وكذا، يبقى المهمة الثانية بدها تكون في مجال التاريخ أو في مجال كذا، وبالتالي الآن لابد إنه يكون في اختلاف بين المهمات اللي بيقوموا فيها الطلبة. طبعا كلها بتقوم على نشاط الطالب، ما فيش حصة صفية، يعني ما فيش المدرس يقعد مع الطلاب ويدرسهم والطلاب يتعلموا، لا، الطلبة لحالهم هم
لازم يروحوا ويبحثوا في هذا المجال. وطبعا هذا الشيء بيخلي انه المعلومات اللي بيحصلوا عليها الطلاب بسيطة وضئيلة. طبعا هنا كان في نهاية العام الدراسي بيجري في هذه المدارس ما يسمى بالأسواق الخيرية. ايش الأسواق الخيرية هذه؟ بتبيع كافة منتجات الطلبة. وريع هذه الأشياء برجع للطلاب وبرجع للمدرسة بيستفيدوا منها، بمولوا مشروعات لطلاب جدد. يعني هنا كل الطلاب هم بيعملوا مصنوعاتهم منتجاتهم، وبعد ذلك ان هو بصير بتنباع هذه الاشياء. الطلبه بيستفيدوا ماديا، لان هي طبعا بتركز على النظره الاقتصاديه بصوره كبيره جدا. كمان المدرسه بتستفيد وبتستعيد القروض اللي هي اعطتها للطلبه لتمويل مشروعاتهم. يعني كل طالب بيعمل خطه ماليه وبياخذ قرض من المدرسه، وبعد ذلك بيسدد هذا القرض للمدرسه. هذه اللي هي فكرة منهج النشاط، كله قائم على الأنشطة، الأنشطة اللي بيمارسها الطالب، دور المعلم مش موجود إلا عملية توجيه بسيطة. نشوف الآن أهم مواصفاته، بنلاقي أهم شيء إنه هو بيعتمد على ميول المتعلمين. الميول بتاعت المتعلم بيجي في بداية العام، أنت إيش ميولك؟ إيش بتحب؟ إيش الأشياء اللي أنت بترغب تدرسها؟ بنسأله من خلال أدوات محددة بنحدد الميول. المنهج لا يعد مقدما كما يحدث في المنهج التقليدي، يعد في ضوء دراسة مستفيضة لخصائص المتعلمين. بيحرص على وحدة المعرفة زي ما احنا شفنا. الإطار النظري اللي بده يقدمه الطالب لازم يكون متكامل مترابط. بدك تعمل مثلا مشروع عن المياه وعن تنقية المياه أو عن المياه المؤينة في قطاع غزة، بدك تجمع معلومات عن المياه تاريخيا وجغرافيا وأنواع المياه وبعدين تأثيراتها في جسم الإنسان وكيف عمليات التنقية، وكل الأشياء هذه لابد أنه يجمعها. الطريقة المستخدمة هي طريقة حل المشكلات، العمل الجماعي والتخطيط المشترك أهم شيء. طبعا تنظيم هذا المنهج تنظيم سيكولوجي، وبيهتم بالحاضر لم يهتم بالماضي والمستقبل. ليش؟ لأنه هو بيركز على المشكلة الحالية اللي موجودة واللي الطالب بيشعر فيه خلالها. طبعا هنا استمرارية عملية التقويم، زي ما احنا شايفين انه في استمرارية في التقويم، لكن ما فيش استمرارية في الخبرات، لأنه المشروع الأول مش شرط انه هو ينبني عليه المشروع الثاني. هو المشروع الثاني بيجي في حاجة مختلفة تماما، ما ان خلال استمرار اللي هي الملاحظة وتعديل المشروعات. أهم العيوب طبعا هنا انه هو بياخذ من الميول القديمة ولا يراعي الميول الجديدة. كيف هذه العبارة بتيجي؟ الآن الطالب أجى في بداية العام الدراسي وقال أنا بدي أعمل في التصنيع الغذائي، بدي أعمل في تصنيع الفراولة أو البرتقال أو كذا أو كذا. بعد فترة قال لا، أنا هذا المشروع مش عاجبني، أنا لو عملت مشروع مثلا في الآثار أو كذا كان أفضل. هل من حقه أنه يغير؟ لا لا، خلص أنت طالما أنك اخترت هذا المشروع يبقى بتضلك ماشي فيه لما أنك تخلصه وتنجزه، بعدين بتنتقل لحاجة تانية. طب احنا عاملينه بالاصل عشان يراعي حاجات وميول المتعلمين، يبقى لما بتختلف الميول هذا الشيء برضه بيكون غير مقبول، وبالتالي هنا صار انه في انهم بيعيبوا عليهم انه المتعلمين لما بتتغير ميولهم بيراعوش هذا الجانب. بيعجز هذا المنهج عن اعطاء المتعلم جميع خبرات الحياه. الطالب لازم يجي على المدرسه لازم يدرس رياضيات، لازم يدرس علوم، لازم يدرس تاريخ، جغرافيا، تربيه دينيه، كذا. لا، هو الآن الطالب هو اللي بيختار إيش اللي بده يدرسه. يعني ممكن ما يعملش ولا مشروع في التربية الدينية، وبالتالي طلع ما عندوش أي معرفة بهذا الجانب. هذه مش مشكلة، لأنه هو بدرس الأشياء اللي هو عايزها، اللي هو حاسس إنه هو محتاجها، وهذه فيها مشكلة، لأنه هيك مش هياخد كافة الخبرات الأساسية. ممكن طالب بحبش الرياضيات ما يعملش ولا مشروع في الرياضيات، وبالتالي هتبدأ تكون خبراته ضئيلة في هذا الجانب. كرس هذا المنهج كل همه على إشباع ميول المتعلمين الوقتية، تناسى مشكلات المجتمع. يعني مشكلة في مشاكل تبقى كبيرة في المجتمع، المنهج هذا بيركز على مشكلات المتعلم وليس مش مشكلات المجتمع. طبعا دور المعلم ثانوي بيجنح إلى السلبية، لا يقدم للمتعلمين توجيهات بصورة فعالة لأنها عملية إرشادات، وطالما أنه فيش عملية تقييم انه فيها الطالب فيها نسبة مئوية وقديش نسبة النجاح وقديش كذا، الطالب بس انه بده يجتاز المهمة، قديش نسبة انجازه في المهمة ما بتكونش طبعا واضحة بصورة كبيرة في هذا الجانب. يبقى احنا لو اجينا نحدد اهم حاجة، اهم الاشياء في هذا المنهاج،
بدنا نحدد المنطلق الفكري. ما هو المنطلق الفكري او الفكره الاساسيه اللي بيقوم عليه هذا المنهج؟ مراعاه ميول الطلاب، اللي هي مراعاه ميول واحتياجات الطلاب. دور المعلم هنا بيكون ثانوي وبكون موجه فقط. اي نعم. طب دور الطالب؟ البحث عن المعلومات. دور الطالب هو النشر، يعني فعال أساسي. هو الاساسي في هذا المجال. لو اجينا نشوف ما هو التنظيم اللي بيعتمد عليه هذا المنهج، هو تنظيم سيكولوجي. اي نعم، هو تنظيم سيكولوجي في هذا الجانب. طبعا من اهم مميزاته انه هو بيراعي حاجات وميول المتعلمين، بيعمل على تكامل المعرفه، لكن من عيوبه انه هو طبعا بيركزش كثير على تجديد ميول الطلاب، بيراعيش الميول الجديده، ما بيغطيش كل خبرات الحياه بالنسبه للمتعلم. المنهج الخفي، المنهج الخبرة اللي احنا كنا بنتكلم فيه هو اسمه منهج النشاط. منهج النشاط هذا استمر لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك أغلقت المدارس اللي ركزت على منهج النشاط، اللي هي المدارس اللي عملها جون ديوي. ليش؟ لأنهم قالوا إنه مش معقول إنه المنهج كله يكون نشاط. لما عملوا مقارنة بين المناهج التقليدية وبين مناهج اللي هو مدرسة النشاط هذه، فلاحظوا إنه الطلاب اللي تخرجوا من مدرسة النشاط هدول عبارة عن رجال اقتصاد، عندهم مهارة في اللي هو بناء المشاريع، عندهم مهارات في التسويق، عندهم مهارات في الخطط، خطط الجدوى والخطط الزمنية والخطط العلاجية، عندهم مهارات حياتية عالية، لكن ما عندهم مش مادة علمية حقيقية. لقوا إنه الطلاب اللي تخرجوا من المدارس التقليدية عندهم خبرات في كل المجالات، عندهم خبرات في الرياضيات، عندهم خبرات في العلوم، عندهم خبرات في الجغرافيا وكذا، لكن هنا في فرق، هذا بيمتلك المهارة كاملة وهذا بيمتلك المعلومة. أصبح إن إحنا بدنا عايزين المعلومة والمهارة، فأصبح النشاط جزء من المنهج. قال لك إحنا لازم يكون في نشاط موجود، بس النشاط هذا لازم يكون جزء من المنهج وليس كل المنهج. الآن النشاط عندنا موجود جزء من المنهج وليس كل المنهج. طيب يا دكتورة، يعني تعتبر تغذية الراجعة لكل مهارة من المهارات المكلف فيها الطالب هي طريقة تقييمه؟ أي نعم. يعني هو بيقوم على التقويم المستمر، انه دائما بيتابع مع المدرس وبياخذ تغذيه راجعه، انه هو المدرس بيعطيه انه ارشادات. مثلا الطالب بده يستخدم طريقه خطا في التصنيع الغذائي، فالان المدرس بيحاول انه هو يرشده، بس الان ما بيعطيهوش المعلومه مباشره، بقول له في عندك خطا في طريقه التصنيع، ابحث عن طريقه التصنيع الصحيحه. المدرس بيعطيهوش طريقه التصنيع الصحيحه، لازم الطالب هو اللي يبحث ويجيب عدة طرق للتصنيع وبعد ذلك يختاروا الأنسب منها. يعني طريقة اجتياز المهارة، يعني كيف يعني المعلم بيقول له انه انت خلص يعني اجتزت هاي المهارة، الانتقال لمهارة ثانية. المهارة ولا المشروع؟ فريت مش في الفصل ممكن يكون مكلف بثلاث مهارات، حكينا ثلاث مشاريع. ثلاث مشاريع اوكي، ثلاث مشاريع لما يخلص من الاولى، يعني بس بناء على قرار المعلم له انه لا، بتتم المناقشة هنا، بتتم المناقشة، يعني بكون في لجنة عاملة زي المشروعات بتاعت الماجستير أو كذا، بتتم مناقشتها، بتقعد في لجنة بتناقش الطلاب وبتقولهم إذا كان هي الأهداف تبعتهم اتحققت أو لا. ممكن يكون في مدرسين أو ثلاثة من اللي هو في المدرسة يقعدوا مع الطلاب يناقشوهم، يسألوهم أنتوا عملتوا مثلا في التصنيع الغذائي أو عملتوا في الآثار أو عملتوا في اللي هي معادلات الرياضيات، فبيبدأوا يناقشوهم في أهم اللي هي الخطوات والاشياء اللي هم قاموا فيها وكيف قاموا فيها وكيف انه كذا، وهل فعلا الاطار النظري اللي قدموه كامل فعلا اكسبهم معرفه علميه، بيناقشوهم. فاذا اجتازوها اجتازوها، فاذا ما قدروش يجتازوها بكون في هناك نقاط للتعديل، فبعطوهم فرصه للتعديل، بتكون يعني بتتحدد بفرصه زمنيه انهم يعدلوا التقرير النهائي اللي قدموه عن مشروعهم. هو لازم في نهايه المشروع بيقدموا تقرير نهائي، هذا التقرير طبعا لابد من تعديله، وانهم يكونوا وصلوا الى معلومات كامله متكامله والى نظام كامل، وانهم هم يعطوا ايش اللي حدث معاهم بالضبط والتوصيات والمقترحات وكل شيء اللي هو بتعلق في عمليه البحث. الان الطالب لما بيعمل مشروع المفروض انه هو بيعمل اللي هي المقدمه والمشكله الدراسه، وبعدين بيعمل طبعا هي طريقه تفكير ما هيش سهله، وان يكون في عندي مين اللي درس في المشروع الموضوعات هذه سابقا، اجمعها واعمل اطار نظري شامل متكامل، وبعدين اعمل خطه عمليه كامله. يعني هو الطالب لساته بصف رابع او خامس قاعد بيعمل لي بروبوزل كامل زي بروبوزل اللي هو الماجستير او الدكتوراه، ما هوش سهل انه الطالب يصل الى هذا المستوى.
لكنه هو طبعا زي ما قلت لكم هو بيرفع مستوى مهارات الطالب بصوره عاليه جدا، وبيصبح هذا الطالب انت بتكلميه، انت بتكلمي رجل اعمال، رجل اقتصاد مؤهل، عنده قدرات عاليه جدا. هو بدا بمشروع بسيط جدا، انه راح مثلا عمل حاجه بسيطه كده وعمل اكم مرتبان مربى وكده، لكن عشان يعملهم هذه الاشياء الان صار في عنده فكره كامله عن عمليات التصنيع الغذائي. بعد ذلك هو ممكن يشتغل في السوق في عمليات التصنيع الغذائي، يصير يعمل ويبيع ويكون عنده هذه القدرات وهذه الامكانات. طبعا هي كانت فكره مميزه، والابداع دائما يعني هو الخروج عن الفكره السائده. انتوا شفتوا في المحاضره الماضيه يعني لما كان المنهج المنفصل حاولوا يحلوه عملوا منهج مترابط، حاولوا يحلوه عملوا منهج مندمج، عملوا منهج المجالات الواسعه. هم بدوروا حول نفس الدائرة، كان الإبداع إنهم يخرجوا من هذه الدائرة وينتقلوا إلى دائرة أخرى اللي هي دائرة المتعلم، وإنهم يركزوا على طبيعة المتعلم، حاجاته وميوله. فكان اللي هو منهج الخبرة اللي هو منهج النشاط. الآن في حاجة تانية اللي هي المنهج الخفي، وهذا بيركز على سيكولوجية المتعلم. المنهج الخفي منهج غير رسمي، منهج غير معلن، ليست له أهداف معلنة. يعني إحنا بندرس الطلاب، يعني احنا في مناهجنا في المدارس يعني لو مسكنا اي كتاب بنلاحظ انه في عندنا منهج خفي، مثلا انه هو بيجي بيبدا جسم درس عن جسم الانسان في العلوم، فبيجي بيحط ايه قرانيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايش الهدف من وضع الايه؟ ليش حط هذه الايه؟ تمهيد للدخول في الزائر. هل هي من ضمن المعلومات العلميه اللي حيدرسها الطالب؟ هذا بيجي منهج بحيث انه يربط الانسان بقيم ايمانيه بالعقيده. اي نعم، بيستثيروا انه هذه كل العظمه اللي انتم حتشوفوها في ان احنا قاعدين نشرح جهاز هضمي وجهاز دوري وجهاز لمف وجهاز كذا وكذا، هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى. افضل لو كان حط ايه وفي انفسهم افلا يتفكرون، وفي انفسهم اي ايه يحطها هو بحطها بيبدا لك بالبدايه بدايه ايمانيه علشان يستشعر في هذا الشيء. وبنفس الصورة ممكن أنا يكون في عندي درس اللي هو مثلا لطلاب في الابتدائي، فبيجي يحط مثلا غرفتي مثلا أو أسرتي أو كذا، الأم والأب والأشياء هذه. فهو الآن بده يعرفه على مكونات الأسرة، إنه لازم يكون فيها أب ويكون فيها أم ويكون فيها إخوة ويكون كل واحد فيهم الغرفة، ويجي يحط صورة بيت جميل جدا موجود في هذا المكان اللي هو مصوره، ويجي يحط مثلا صورة ست ما هيش يعني نقول متبرجة بشعرها لابسة قصير كذا، وصورة أب عنده مكتبة وعنده. الآن الطفل يعني هل هذه الصورة اللي هي موجودة في الكتاب هي الواقع الفلسطيني اللي احنا بنعيشه؟ هل هذه صورة المرأة الفلسطينية اللي موجودة هي المرأة الفلسطينية اللي هو الطالب بشوفها في بيته وبشوفها في الشارع وبشوفها في كذا وفي كذا؟ الآن لما إحنا بنحط الصورة هذه إحنا بننقل له صورة عالم افتراضي يجب أن يكون، لأنه دائما ما يتم تدريسه هو العالم المثالي. فالآن هنا الطفل بينظر فبيلاقي إنه الصورة مختلفة. الآن هذا منهج خفي، يعني على إنه ما هو موجود في الواقع هو خطأ، الصواب هو هذا الذي يجب أن يكون بهذا الشكل، إنه هذا هو شكل المرأة، لازم تكون جميلة، لازم تكون لابسة، لازم تكون كذا، غرفتك لازم يكون فيها سرير، لازم يكون فيها ألعاب، لازم يكون فيها لك مكتب، لازم. هو يمكن ما لهش غرفة، هم يمكن بيناموا كل سبعة في غرفة. وبالتالي الآن تنقله إلى واقع، هذا الواقع بخليه يتمرد. الآن وجود هذه الصورة منهج خفي، ليش؟ لأنه بخلي البنت تتفكر إنه هي إنه ارتداء الحجاب هذا خطأ، لأنه هي الصورة الصحيحة اللي هي لازم تكون. فممكن يكون هذا المنهج الخفي بيحمل أفكار إيجابية وممكن يحمل أفكار سلبية. يعني من أهم الأشياء مثلا اللي ممكن إحنا نشوفها في المنهج الخفي اللي هي ما بتنشر وسائل الإعلام عن العلاقة بين المعلم والطالب، قديش بنشروا نكت الطلاب بتتريقوا فيها على المعلمين. أنت من وجهة نظرك هذه بتنمي أي مبادئ وأي قيم؟ أنا ما بتطلعش إن أنا بتكلم عن حالي، أنا بتكلمش عن حالي، بتكلم بمبدأ عام. بصير تمرد الطالب على المعلم، بصير تمرد الطالب على المعلم، بصير في احتقار للعملية التعليمية، بصير عدم اهتمام بالإنجاز العلمي، مش احترام للمعلم. يعني في ناس عملت دراسات على مسرحية مدرسة المشاغبين هذه،
مدرسة المشاغبين اللي هي احنا بنتفرج عليها وبنضحك، بقول لك انه هذه افشلت جيل كامل. خلت طلاب الثانوية العامة فيش إلهم اهتمام في المدارس، أهم حاجة عندهم إنهم ينطوا من فوق السور، أهم حاجة إنهم يعاكسوا البنات، أهم حاجة إنهم يعملوا كذا. فبقول لك جيل كامل فشل نتيجة اللي هي الأفكار اللي بثتها مدرسة المشاغب. أي مادة اتصال مسموعة أو مرئية أو مقروءة بتحمل في داخلها منهج خفي. المنهج الخفي هذا المفروض إنه إحنا إذا بدنا ندرسه للطلاب في المناهج لازم يركز على أسس ومقومات وقيم تكبر عند الطالب وتزيد من اللي هي قيمه الحقيقية، مش إن احنا ندمر هذه القيم. طبعا ممكن نحن مثلا ندرس للطلاب مثلا في فلسطين في سوريا في كذا، وإن جنحوا للسلم فاجنح له مثلا، وما يكونش التفسير إنه أنت يعني إنك أنت تكون قوي وبعد ذلك إنك أنت تساعد في بناء السلام، لكن لا، إنك أنت دائما تكون ضعيف ودائما تستسلم. فإحنا بنعلمهم الخنوع، بنعلمهم الاستسلام، المقاومة هذه كذا، وبنبدأ إن إحنا نبث أفكار سلبية. سلبية. ليش؟ لأنه هذه آية موجودة في القرآن، لكن كيف إحنا بنفسرها، كيف بدنا نوصلها لطلابنا؟ هذا الشيء اللي هو يعني فيه اعتراض، يعني كان في اعتراضات مثلاً على بعض المبادئ للمنهج الفلسطيني، إنه فلسطين دولة محبة للسلام. هو فعلاً فلسطين دولة محبة للسلام، لكن أي سلام؟ السلام اللي لازم يكون فيه عدالة، السلام اللي هو بيرجع لنا حقوقنا. وبالتالي هنا المفروض ان احنا لما بنوصل هذه الاشياء بتحمل في داخلها ما يسمى بالمنهج الخفي، المنظومة الخفية من المفاهيم الغير ظاهرة اللي بتأثر في الانسان. يعني لما يجي مدرس مثلا قاعد بيشرح للطلاب نظرية داروين، عمركم سمعتوا عنها نظرية داروين؟ نظرية داروين تقول انه اصل الانسان قرد، وإن نتيجة التطور والارتقاء اللي هي فكرة النشوء والارتقاء تطور شكل الإنسان بهذا الشكل، وإنه لا يوجد إله، وإنه هذا الإنسان خلق نتيجة اللي هي تفاعل بعض اللي هي الخلايا في اللي هي سطح الكرة الأرضية، وبعد ذلك نشأ هذا الإنسان وكان بشكل مشوه، وبعد ذلك إنه هو نتيجة اللي هي العوامل الارتقاء وكذا صار بشكل الحالي، وممكن بالمستقبل يتغير شكله. يعني الآن هذا الكلام لو سمعه طالب هو بدوش يلتزم بمبادئ الدين، هو متمرد على إنه هو يصحى الصبح يصلي وإنه يروح يصلي وبدوش صوم وبده كذا وبده كذا، راح يحط في داخله بذور الإلحاد. لأنه المدرس لما درسهم إياها درسهم نظرية داروين على إنها نظرية صحيحة، وإنه داروين هذا إنسان بيستحق الاحترام لأنه كان في عنده أفكار شديدة. فممكن هذا الشيء ينعكس على الطلاب انهم يبدا يصير في عندهم نوع من الالحاد والكفر. وممكن مدرس ثاني يدرس نفس النظريه لكن هو اول ما يبدا يتكلم كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم وخلقه من تراب وخلقه في احسن تقويم وفي احسن صوره وعلمه الكلام وعلمه البيان وعلمه كذا وعلمه كذا، وبعد ذلك انه وبعد ذلك اشرح لهم الافكار اللي هي نظريه النشوء الذاتي والتطور والارتقاء فالطالب لحاله بصير يقارن بين الفكر الصحيح والفكر الخطا. نشوف الان اللي هي الفكره الاساسيه، المنهج اللي بيكتسب فيه المتعلم مهاراته التطبيقيه من مواد دراسيه رسميه. فهذا المنهج غير رسمي ولكن بيكتسب عوائده من منهاج غير معلن او غير خفي او خفي. الأحداث وأنماط السلوك والموضوعات اللي بتفاعل مع المتعلم يشاهدها في الواقع تعد جميعها مكونات لهذا المنهج. تأثيراتها على سلوك المتعلم قوية مقارنة بالمنهج الرسمي، ممكن الطالب ينسى المنهج الرسمي ويتذكر هذا المنهاج وهذه المعلومات اللي هي موجودة فيه. الفرق بين المنهج الرسمي والمنهج الخفي، طبعا المنهج الرسمي أهدافه معلنة، هذا أهدافه لا حدود لها، هذا مصادره معلومة الكتب، لكن هذا ممكن يكون في مصادر كثيرة جدا. المنهج الرسمي مكتوب، هذا غير مكتوب. المنهج الرسمي يمكن تقويمه، هذا لا يمكن تقويمه، لا يمكن تتبعه، لا يمكن نحن نعي تأثيراته على الطالب، قديش هذه الفكرة أثرت في الطالب، قديش ضل يفكر ويحرك فيها ويجيب ويودي فيها، قديش ممكن تأثر في حياته وتأثر في نشأته. طبعا هنا بتكون تأثيراته أكبر بكثير من المنهج الرسمي، والكلمة هذه هياخذها الطالب وتبدأ تصير له ميدان في هذه الحياة.
من اهم مواصفات هذا المنهج انه هذا المنهج ما لهوش اسس واضحه ومكونات واضحه. نتاجاته التعليميه ممكن تكون مفيده لو ركزت على المهارات والانشطه، بتركز على منظومات خفيه مثل الشله والانشطه غير المنظوره، باخذوا الكلام الطلاب وبصيروا يتكلموا بينهم، فبصيروا يتداولوا هذا الكلام بينهم، وهذا طبعا الشيء ممكن يزيد في اللي هي نقول المعاني السيئه للمفاهيم. رفقاء السوء بيتطلب هذا التنظيم الكشف عن الجوانب الخفيه لدى المتعلم، ان احنا بنحاول ان احنا نشوف ايش هي الجوانب اللي اثر فيها، ان احنا نتابعها. كمان ما بنقدرش ان احنا نتبعها بصوره واضحه، هذا بالنسبه له صعب. بنقيس نتاجاته عن طريق الملاحظه، بنشوف تاثيراته على الطلاب، على تفكير الطلاب في هذا الجانب. من اهم عيوبه ان احنا نقدرش نحط منهج رسمي لمتابعه الانماط السلوكيه اللي ناتجه عن هذا المنهج الخفي. يعني انا بقدرش احلل تماما ايش اللي طلع عندهم وايش اللي ممكن احنا نعالجه. بنقدرش نقيس النتاجات التعليميه العائده، عشان هيك لما بنقول انه المدرس لازم يكون قدوه، اللي بده يكتب في الاعلام لازم يبقى عارف ايش اللي بكتبه. الكلمه ممكن تلاقي تاثير عند بعض الناس بصوره ايجابيه وبصوره سلبيه، يبقى لازم نوضح الاشياء اللي احنا بنتركها للطلاب. بتترك هذا المتعلم يتصرف لأهوائه ومعتقداته، مما بخليه إنه يكتسب أنماط وعادات غير مرغوبة. منقدرش نتابع نتاجات هذا اللي هو التنظيم في سواء الأسرة أو المدرسة. المنهج التكنولوجي. الآن منهج التكنولوجي إحنا تكلمنا عنه سابقاً، فاكرين؟ لما أخذنا اللي هو التعلم عبر الانترنت وعبر الوسائط التعليميه، وقلنا انك انت الان وانت موجوده في غزه بتقدر تسجلي في اي جامعه وتاخذي مساق وتنجحي فيه، وانه هذه المساقات تنمي عندك مهارات خاصه ومهارات معينه. اصبح طبعا هنا مهم جدا الان وفي العصر الثوره العلميه والتقنيه اللي احنا بنعيشها، ان احنا يكون في عندنا جزء من منهجنا منهج تكنولوجي، والان اصبح موجود. يعني الان انت بتسلمي انشطتك عبر المودل، فهذا نشاط باستخدام التكنولوجيا. الآن في الصيف حيكون في عنا تعليم مدمج لبعض المساقات، فحيصير إنك أنت مثلا المادة 3 ساعات بتاخدي ساعة ونص مع المدرس وساعة ونص بتاخديها عبر اللي هو وسائل الاتصال عبر المودل أو عبر اللي هي التقنيات المختلفة. طبعا هنا بيهتم جدا بوصول المتعلم للماستري ليفل اللي هو مستوى التمكن. أي نعم حيكون في عنا في الصيف هذا الشيء، في عنا عدة مساقات في الجامعة، متطلبات الجامعة، وفي عنا متطلب في التربية حيستخدم التعلم المدمج. مش حيكون مطلوب منك في حضور المساق إلا محاضرة واحدة في الأسبوع. لو المساق له 3 محاضرات بتاخدي محاضرة بس، وكل المادة بتاخديها عبر المودل، وفي محاضرات مصورة وفي باوربوينت وفي كل شيء بيكون جاهز للطالب. تحت امرك، بس انت امري واحنا نقول لك حاضر. هذا الشيء التقنيه سواء يعني شئنا ما بين اقتحمت حياتنا، والتطبيقات هذه في الجامعات النظاميه بتكون ضمن مواد التخصص، بتكون ضمن متطلبات وليس ضمن مواد تخصص اساسيه. فهنا بتكون اللي هي طبعا اهم شيء اللي هو وصول المتعلم لمستوى الاتقان. تكلمنا قبل ذلك عن مستوى الإتقان، إنه لابد من تحقيق الأهداف بنسبة 70% 80% 90%، ما هو المستوى الملائم للطلاب. الفرق بين متعلم وآخر يكمن بالوقت، يعني هو الفرق بين متعلم والتاني هو في سرعة عملية التعلم. هذا التنظيم من التنظيمات الحديثة اللي بيستفيد منها الحاسوب، نستفيد من خلالها بالحاسوب والإنترنت والشبكات المغلقة والفيديو كونفرنس. بيستخدم مجموعة كبيرة من أساليب التدريس، منها التعليم المبرمج اللي احنا تعرفنا عليه سابقا. بيتطلب طبعا اللي هو استخدام التعلم الفردي، كل متعلم لوحده بينجز المهمات المطلوبة منه. بيميل هذا التنظيم إلى عولمة الموضوعات. الموضوعات اللي تدرس هنا بتكونش بتركز على ثقافة خاصة ولكن على ثقافات عالمية. يعني بتكلم مثلا بدك تاخذي كورس عن المرأة في إحدى الجامعات، هو بيجيش يتكلم لك عن المرأة مثلا فقط في الدين الإسلامي، هو بيتكلم لك عنها في أوروبا وفي الدول الإسلامية وفي كذا وفي كذا، وبيتكلم عنها في كل العالم وفي كل الدول.
بيأكد على التعلم المفتوح الأوبن ليرنينج. الأوبن ليرنينج هذا اللي هو زي الجامعات المفتوحة، اللي هو من حقك إنك تدرس في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان، ومش شرط يكون تخصصك، ممكن إنك أنت تسجلي في أي كورس أنت بتشعري إنك أنت بحاجة لدراسته في هذا الجانب. من أهم عيوبه طبعا إنه بيهتم هذا التنظيم بالأجهزة والوسائل التكنولوجية، وهذا بيكلف أموال طائلة. التطور المستمر في التكنولوجيا وبرامج التكنولوجيا لا يواكب نفس التطور في المجال التربوي. يعني قبل ما أنا أخذ المدرسين وأدربهم على التعلم المدمج مثلا، أو التعلم على الماستر ليرنينج اللي هو التعلم بالإتقان، قبل ما ندربهم ويفهموها ويبدأوا يمارسوها بكون ظهر 20 برنامج تكنولوجي في هذا الجانب، وأصبح البرنامج اللي أنا دربتهم عليه أصبح برنامج قديم، وبالتالي هذه مشكلة بالنسبة لأهل التربية. صعوبة تحديد مستوى التمكن الإتقان ممكن يكون 80% أو 85% أو 90%، طبعا بيحددوها وبيختلفوا من خلالها في المواد الإنسانية قديش ممكن تكون في المساقات العلمية، قديش تأثير هذا المساق على حياة الإنسان، قديش تأثيره في التخصص، فهنا في اختلافات في تحديد مستوى التمكن. إلا أنه رغم كل هذه الأشياء بنلاقي أنه المنهج التكنولوجي أصبح موجود وموظف في كافة اللي هي مؤسسات التعليم العالي تقريبا. أصبح الآن بيعتمدوا على برامج اللي هي إلكترونية زي التعليم التفاعلي، زي الأس بي تي دي اللي بتمارسه وكالة الغوث، في كتير من اللي هي البرامج اللي هي موجودة الآن، وممكن أنه يكون في عندنا التعلم التفاعلي تبع الطلاب مثلا، تلاقي أنه منهج الرياضيات كله معمول عبارة عن برامج موجودة على اليوتيوب، وممكن الطالب يعدي ويبدأ يحل ويراجع ويدرس لوحده، موجودة هذه الأشياء، والآن أصبحت يعني مفعلة بصورة كبيرة جدا في كافة المساقات من الصف الأول حتى السابع تقريبا. وكالة الغوث والوزارة بيشتغلوا على هذا الشيء بصورة واضحة، وفي يعني تفعيل لهذا الجانب، وبالتالي هو أصبح موجود لكن بجانب النظام الرسمي، لكن ما أصبحش كله تكنولوجي. يعني النظام الرسمي موجود لكن هذا نظام داعم للعملية التعليمية. بننتقل الآن للتنظيمات القائمة على مشكلات المجتمع. خلينا نرجع شوية بس للمنهج التكنولوجي. هلقيت التنظيم في المنهج الخفي تنظيم إيش؟ تنظيم سيكولوجي، والتنظيم في المنهج التكنولوجي تنظيم منطقي سيكولوجي، لأنه بيعطينا مادة، والمادة هذه عبر البرامج التعليمية بتكون تنظيمات منطقية سيكولوجية في المنهج اللي هو التكنولوجي. لو نظرنا لدور المعلم والمتعلم في المنهج التكنولوجي، بنلاقي انه المعلم دوره اللي هو اعداد المادة العلمية وبرمجتها حاسوبيا، دور المتعلم التفاعل الفردي مع المادة التعليمية. عملية التقويم بتستند على عملية الإتقان لمدى تحقق الأهداف. يعني عملية التقويم في المنهج التكنولوجي الوصول إلى إتقان، إلى مستويات إتقان في تحقق الأهداف. يعني الطالب اللي هو مثلا نزل له الاختبار النهائي وما حصلش على مستوى 80 أو 85% بيعتبر راسب، يبقى هنا بيرتكز على اللي هو الإتقان في تحقيق الأهداف. المنهج الخفي التنظيم فيه تنظيم سيكولوجي، دور المعلم فيه ودور المتعلم فيه غير واضح، لأنه هو بيركز على منظومات خفية، وعملية التقويم فيه عملية صعبة ما هياش واضحة في هذا الجانب. المنهج التكنولوجي هو منهج بيركز على الماضي والحاضر والمستقبل. احنا قلنا المنهج اللي هو الخبرة بيركز على الحاضر، لكن المنهج التكنولوجي بيركز على الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه بيعطيني مادة علمية وهو بيركز على المادة العلمية. صح إنه هو بيختار الطالب المادة العلمية في مستواه، لكن برضه في جانب منطقي موجود عندي، وبالتالي بيركز في الماضي والحاضر والمستقبل. المنهج المحوري، بس هعطيكم فكرة وبعدين بننهي المحاضرة. الآن المنهج اللي هو كان موجود وصار التمرد عليه اللي هو كان بيركز على طبيعة المتعلم، اللي هو صار فينا منهج الخبرة والمنهج الخفي والمنهج التكنولوجي. الآن هذا المنهج كان اللي هو بيرافق المرحلة اللي هي المتوسطة للطالب، اللي هي بعد اللي هي التعلم الأساسي في المرحلة الدنيا،
فهنا كانت اللي هي المرحله الاساسيه الدنيا، يعني لسه ما زلش لم يصل الطالب الى التعليم الثانوي، لكن الان بداوا يشوفوا هل هذا المنهج اللي هو موجود ان هو الطالب يقوم بانشطه وان هو يكون دائما خارج المدرسه وكذا، هل هذا بيلائم طالب المرحله الثانويه؟ المرحله الثانويه لازم تعد الطالب لدخول الجامعه، والجامعه بتعد الطالب لممارسه مهنه في داخل المجتمع. يبقى عمق المعلومات هنا مهم جدا. يعني انا بدي اخرج طالب، هذا الطالب بده يكون محاسب، يبقى لازم يدرس في الثانويه العامه معلومات تساعده على فهم المحاسبه في الجامعه، عشان لما انه يدرس في الجامعه، الجامعه حيكون فيها طبعا دراسه اكاديميه اكيد، عشان لما يخرج من الجامعه يقدر يكون محاسب جيد، عشان يقدر يكون مهندس جيد، عشان يقدر يكون طبيب جيد. يبقى هنا عمق المعلومات مهم جدا. يبقى الان بيقدروش ان هم يرتكزوا على منظومات ضعيفه ممكن تكون في المعرفه، زي اللي هو منهج الخبره او الخفي او المنهج التكنولوجي، انه يدرس الطالب لوحده. فبداوا يبحثوا عن حاجه جديده، فقالوا احنا لابد انه يكون في عندنا فكره جديده. فكانت فكره المنهج المحوري، ان الطالب لما يدرس حاجه يدرسها من كافه الجوانب. يعني نقول ان الطالب هذا بده يتخصص علوم لانه هو بده يدخل في الدراسات العلميه، فلازم يدرس مثلا في موضوعات، يدرس مثلا فيزياء وكيمياء وبيولوجي، ويدرس مثلا رياضيات. اكم موضوع بده يدرس في الفيزياء؟ كل موضوع بده يدرسه بده يكون هو عباره عن محور. يعني لو اخذنا مثلا بده ياخذ محور الضوء، الضوء عبارة عن محور، بده يجمع كل المعلومات المطلوبة عن موضوع الضوء. يعني بده يتكلم عن الضوء وأنواعها والمرايا والعدسات واستخداماتها والتطورات في المجال الشفافيات، وكل هذه الأشياء بده يدرسها، يدرس معلومات شاملة كاملة متكاملة. وبالتالي أنا بدي أعد الطالب عشان لما أنه هو بده يدرس بعد ذلك يدخل الجامعة ويدرس بصريات، يكون عنده معلومات كاملة في دراسة مادة الضوء تساعده لدراسة التخصص الجامعي. وبالتالي هنا كانت فكرة المحاور. وبالتالي هنا هذا البرنامج المحوري كان فيه له جانبين، حتى انهم يهتموا بالمتعلم ويهتموا بالمجتمع. كان البرنامج المحوري بيركز على طبيعة المجتمع، والبرنامج الخاص بيركز على طبيعة المتعلم. الدور الجاي ان شاء الله بنكمل المنهج المحوري والوحدات الدراسية، وبنشوف اللي هي كيف ممكن نطور هذه